السلام عليكم. وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون يزور المنطقة الصناعية بولاية مستغانم لتدشين عدة مشاريع استثمارية في مجالات شتى بالمنطقة نتاع فرناكة، المنطقة الصناعية اللي راهي قيد التوسيع، واللي أثناء هذه الزيارة وقف على مدى تطور النشاطات الصناعية في ولاية مستغانم. خليكم تتابعوا هذا الفيديو حول الوحدات الإنتاجية. السلام عليكم. حاليا عنده مهمة كبيرة في الصناعة، بالأخص في بعض الصناعات المعروفة كتحويل الموارد دي ماتيير أغريكول توسكي موارد فلاحية، وداخل في بعض الصناعات الثقيلة اللي رانا طرقنا فيها في قطاع صناعة الحديد والصلب. هذا هو مشكور، وهذا ما هو مطلوب من المستثمرين سواء كان أجنبي أو جزائري، وبالشراكة تكون فيه يعني استثمار نافع، دي بروجي اندستريال اوتيل، وهذا يعني نموذج من هذا النماذج. وصاحب المشروع وصاحب المصنع وصاحب المركب بالأخص اللي طارت راه موجودة هنا مشكورين على هذه المجهودات، وإن شاء الله بالتوفيق، يعني بالتوفيق نزيد يوسعوا. إذا محتاجين توسيع رانا موجودين، السيد الوالي موجود، والوكالة الوطنية للاستشارة للاستثمار موجودة. يفو با ايزيتي، استثمروا وسعوا وخلقوا مناصب عمل في المنطقة هذه، وحنا ما نكونوا غير إسناد لكم إن شاء الله. شكرا. سيدي شوف، مربوط نوتر انفستيسمون، انفستيسمون فروشتي غير اون تيرم ديليكتيسيتي دو غاز اللي من مليار، بيان سور من مليار، لازم نكونوا واعيين شويه. يفو هذه المجهودات تتقدم، وهذه نعاودها بلا مزيه من عندنا.
التنسيق ما بين كل القطاعات باش المشروع اللي تحرر في هذا الميدان كله نجاح ونجاح بالاخص في مده الانجاز. اذا انطلق في مشروع اللي لازم له 45 شهر لازم له شهرين ولا 3 شهور ونقعد فيه 10 سنوات ما فيها حتى فايده. بهذا اللح الجميع على احترام كل المواعيد باش تخلينا ان شاء الله تكون فيها نهضه في هذا الصناعه في هذا القطاع الصناعي في هذا اللي لحيت اليه وبارك الله في ذلك. C'est une injection de vie.